والله يا ربنا كابتن بجد، يخليك يا رب. في الفقرة دي هسألك أسئلة سريعة وهتجاوبني عليها، وبعدين هطلع الموبايل وتكلم حد قريب منك وتحطه سبيكر وتسأله نفس الأسئلة، وهنشوف إجاباته مطابقة لإجاباتك ولا لأ. لو مش لعيب كورة هتكون إيه؟ هكون ايه؟ رجل اعمال. أي حاجة، أي كلام. ما اعرفش، ما متخيلش ان انا بقى ولا عايز ابقى ظابط ولا عايز ابقى طيار، اللي هو العادي الناس اللي بتقوله، ولا عايز ابقى اي حاجة. انا هنقول تاجر، يعني بتحب البيزنس. بزنس. ايه الأكلة اللي مش بتحبها ومستحيل تاكلها؟ الكوسة. كوسة مستحيل تاكلها. أكتر حاجة ممكن تعصبك؟ بصي، انا عندي حاجه، عندي ما اعرفش، عندي حاجه غريبه كده. انا بحب أنا خايفة. والله بجد، يعني مثلا بحب كل حاجه تبقى منظمه قدامي. يعني مثلا منظمة ايه يا كابتن؟ ده انت هقول لك بتقول لملك يرمي هقول لك المنديل. بس انا دي بالنسبه لي مشكله. يعني شايفه دول؟ لو كده انا ممكن اتعصب جامد جدا والله العظيم. يعني ترتيب الاشياء بالنسبه لي مهم جدا. لو حاجه مش مترتبه قدامي بتعصب. بتعصب جدا. مين مثلك الاعلى في حراس المرمى؟ مانويل ناير و تير شتيجن. طبعا. ريال مدريد ولا برشلونه؟ ريال مدريد. لو هتفتح محل اكل هتفتح محل ايه؟ كشري. كشري. بتحب الكشري؟ مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ لا محدش، يعني انا جامد في كابتن البلاي ستيشن محمد. والله جامد. مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ مش عمر. بتعرف تلعب؟ بس مين وعمر ما بيغلبك؟ بيكسبنيش. ما هو عشان لو عمر، واصل ناس كتير قوي بتقول ان عمر بيكسب البلاي ستيشن. لا ما بيحصلش. ما بيحصلش. لا انا بكسب. اول حد بتكلمه لما بتكون متضايق؟ عمر، وبعد كده مراتي. بتخاف من ايه بشكل عام؟ مش شرط حاجه يعني معينه. بخاف من ال، يعني انا ممكن السؤال ده بالنسبه لي كان عادي. ما كنت بقى متخاف من ايه؟ ما بخافش من حاجه، بس فعلا بعد وفاه والدتي بقيت اخاف من ان انا افقد اي حد وحده عزيز عليا. يعني ده بالنسبه لي يعني بتخاف من خوف. الموت. طيب اتفضل يا كابتن، هتتصل بقى، طلع الموبايل وهتتصل وهتسال الاسئله دي نفسها للي انت هتتصل. هتتصل مين الاول؟ هتصل بمراتي. مراتك. اوكي، يعني المفروض ان هي تبقى اكتر واحده عارفه ايه. يعني لا ان شاء الله خير، ان شاء الله مش هنعمل مشاكل وتبقى عارفه. يعني هي لو جابت على 3 أو 4 لا مش احنا كله بقى المفروض دي مراتك يعني. الو، ايه الاخبار؟ بصي انا هسالك شويه اسئله عني وتردي وتشوفي انا تمام، يعني انا وانتي زي بعض ولا لا. قرب الموبايل كده من المايك. لو مش لعيب كوره هكون ايه؟ لو مش لعيب كوره هتكون ايه؟ ايه ده؟ هتكون ممكن تلعب باسكت او تنس، حاجه زي كده يعني. مش رجل اعمال يعني. اوكي ماشي. لعيب برضه. طب ايه الاكله اللي مش بحبها ومستحيل اكلها؟ اكله ما بتحبهاش مستحيل تاكلها؟ في كتير، بس شريمز، افوكادو. لا لا ده خالص. سنة. ايوه الكوارع. كوارع. وايه تاني؟ أكلة صح، يعني مش صنف أكل. مش الكوسة مثلا. أوكي ده صنف أكل، الكوسة ما بتاكلهاش كوارع. بس طيب. كأكلة كوارع. ماشي، مين مثل الأعلى في حراسة المرمى؟ نوير. ريال مدريد ولا برشلونة؟ مدريد. لو هتفتح محل أكل هتفتح محل إيه؟ كشري. يا صح. صح ماشي. مين اللي بيغلبك في البلاي ستيشن؟ محدش. مين بيغلبك انت؟ يعني لا، يعني انت دلوقتي خلاص في التوب. خلاص دلوقتي قبل كده مين؟ ما خلاص. خلاص دلوقتي توب. ماشي. اول حد بتكلمه لما بتكون مخنوق؟ انا. ده بكل ثقة وما ينفعش نقول حاجة تانية. خلاص هو انا. بتخاف من ايه؟ ما إيه انا ده ما في حاجة قلتش. تانية؟ لا هنقول القطة. تخاف من القطط؟ القطة.
طب كابتن امال ايه الموت وعملت لي القصه دي كده؟ بخاف من القطط. ايوه بخاف من القطط عادي، بس انا ما افتكرتش غير لما كلمتها والله. بس تمام، ميرسي، شكرا. احنا بقى هنتابع نشوف. تمام نشوف الاحداث. نورتني يا كابتن، واتبسطت جدا 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 بالحوار معاك، ونورت شاشه قناه الاهلي. تحب تقول ايه بعد الحلقه دي؟ انا مبسوط جدا والله اني انا كنت معاكم النهارده، واتمنى ان شاء الله يعني الحلقه تبقى كويسه، وانا زي ما قلت قبل كده يعني فخور ان انا موجود معاكم وفي قناه نادي الاهلي، ودايما موفقين ودايما ان شاء الله من احسن لاحسن. نورتني يا كابتن. مشاهدينا كده خلصت حلقتنا مع كابتن محمد بسام، اشوفكم في حلقه جديده مع نجم جديد. شكرا لكم.